السلام عليكم. هذا مقطع فيديو أنا حبيت أصوره لمجموعة من الإخوة في المسجد الأقصى المبارك. درس للبكم، درس للبكم في المسجد الأقصى المبارك. يعني أحد الإخوة المختصين مختص في لغة البكم، وهو يعطي الدرس للإخوة البكم. هذا يعني من بركات المسجد الأقصى المبارك، من روعات المسجد الأقصى المبارك. نعرف كيف إن ربنا بارك في هذا المسجد، فكل شيء موجود. سبحان الله، لغة الإشارة من فاهمين على بعض.